الصرف حتى إن بعضهم من شدة جاهليتهم في هذا الباب بعضهم وقت الولادة يحفر حفرة إلى جنب زوجته ورأسا يعني إن كانت أنثى ما تعيش ولا دقيقة واحدة ولا تبقى في الأرض ولا دقيقة واحدة من شدة الكراهية التي ملأت قلوبهم في الإناث ما يبقيها ولا دقيقة. الحفرة جاهزة والتراب جاهز ولا يذهب بها إلى مكان بعيد حتى ما تبقى ثواني ولا لحظات. ذكر في بعضهم أن جاهليته في هذا بلغت هذا المبلغ، الحفرة إلى جنب الأنثى ومجرد ما يخرج المولود ثواني، إن كان ذكر أبقى وإن كان أنثى دسه في التراب ودفن عليه. وبعضهم قد ينتظر قليلا ويصبر فترة مثل ما ذكروا أيضا في طريقتهم في دس الأنثى في التراب، بعضهم يصبر قليلا يتركها حتى تنتهي من الرضاع ومن الفطام وتبدأ تمشي 4 سنوات 5 سنوات، يتركها إلى هذا الوقت ولا يزال الضيق في صدره يتفاعل والكراهية في نفسه تزيد ويصبر نفسه حتى ينفذ الصبر خلال 4 أو 5 سنوات، ثم يأتي لهذه الصغيرة كما ذكر في كتب الأخبار، يأتي إلى هذه الصغيرة ويقول لأمها زينيها وجمليها سأخذها معي، فتمشي بوداع هذه الصغيرة مع والدها ذاهبة في فسحة وفي نزهة وفي سرور وفرح، وفي مكان ما يكون مجهز لها الحفرة بزينتها بجمالها بنتها التي عمرها 5 سنوات 6 سنوات، فيأتي بها ويقول انظري في هذه الحفرة، تقف تنظر ما يطلعها عليه والدها من منظر في داخل هذه الحفرة ببراءة، ثم من خلفها يدفعها في هذا التراب وفي هذه الحفرة ويهيل عليها التراب وينتهي منها. إذا الموءودة سئلت، هذا قتل، وكان عليه الجاهلية بشكل فظيع جداً.